10/9/2012 شاهدوا كيف يستهدفون هذا المسجد. هذا المسجد تعرض لأكثر من 50 قذيفة دبابي خلال الأيام الماضية، قاموا بتدمير مئذنته. شاهدوا كيف يستهدفون هذا المسجد، أصبح نقطة علام ونقطة لقصف عصابات الأسد. الدبابات لا تنفك تقصف هذا المسجد. تعالوا معي لنرى المسجد من الداخل على تعرضه لقصف من قبل عصابات الأسد. الذي يخرج من المسجد. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هم هذه. طبعا كما تشاهدون شاهدوا القذائف التي يتعرض لها المسجد. الله أكبر. شاهدوا كيف يقصف على مدار الدقيقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. شاهدوا هذا المسجد أكثر من مرة تعرض للقصف، تعرض للقصف أكثر من 50 قذيفة دبابة استهدفت هذا المسجد، قاموا بتدمير مئذنته، قاموا بتدمير الطابق العلوي. شاهدوا هذه الأحجار كلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. كما تشاهدون، شاهدوا القذائف التي تسقط علينا كل يوم، يستهدفون المساجد، منازل المدنيين، لم يسلم أي شيء من القصف. مدينة الحولي تباد منذ 25/5 إلى هذه اللحظة. مدينة الحولي كل يوم تقصف. مدينة الحولي كل يوم يسقط بها شهداء. مدينة الحولي كل يوم بها عشرات الجرحى. نوجهنا أكثر من نداء استغاثة. طالبنا المنظمات الدولية بالدخول إلى منطقة الحولي للوقوف على أحوال الناس. شاهدوا كيف نقصف. شاهدوا كيف المساجد. الناس تختبئ في المساجد ولا تسلم من القصف. مع الآن أحد الأخوة الذين كانوا ضمن المسجد الذي تعرض للقصف. أخي فيك شرح لي شلون وأنتم قاعدين هون؟ يا أخي مثل إن هون بيتنا مضروب طبعاً، تعرف كالعادة. قاعدين هون أنا وأولادي وحتى في بنت صغيرة كانت هون. حسبي الله. ما شفنا إلا خبطة، أول خبطة يا لطيف. على السريع قمنا أنا وعيلة أولاد كلهم لبرا شوي. إجت الثانية، الخبطة الثانية. حسبي الله ونعم الوكيل. كما تشاهدون هذا حالنا في مدينة الحولي، وإلى والآن تتعرض المدينة للقصف. حتى هذه اللحظة تتعرض المدينة للقصف. وقد أخبرني بعض الأشخاص الموجودين الآن بأن المستوصف الميدان تعرض للقصف، بأن المستوصف يتعرض للقصف بقذائف الدبابات. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. الله أكبر.